بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأزهار أيها الأزهار
بناتها وخاطب المفترسة فيها فقال: يا أسود ولا سباع الطيران، نحن أصحاب رسول الله، جئنا لنشر دين الله، فأخلي لنا المكان. فجلت كلها عن أرض القيروان تحمل أبناءها بين أسنانها حتى تقول: إن الأسود لا تترك مكانها إلا للأسود. وسكنها المسلمون فأقيموا فيها على دين الله. إيطاليا فتحها القيروانيون. الجزائر أسلمت بجهاد من سكن القيروان. المغرب، الصحراء الغربية، مالي، موريتانيا، السنغال. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتا أني